بناء مركبات عضوية مركبة ومعقدة التركيب من مواد بسيطة غير عضوية زي الماء وثاني أكسيد الكربون، وبتحتاج إلى طاقة لإتمامها وبناء البروتين والكربوهيدرات، ثم عملية الهدم. يبقى عملية البناء تسبق عملية الهدم، وزي ما عرفنا إن في عملية البناء هيتم فيها بناء وتركيب مواد معقدة من مواد بسيطة زي المية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس وبعض الأملاح المعدنية من التربة، دي هتكون لنا بروتين وكربوهيدرات، هتقوم عملية الهدم بهدم هذه المكونات ويتم فيها تكسير أو أكسدة المركبات العضوية. طبعا الأكسدة بتتم عن طريق وجود الأكسجين، يعني حرق المركبات العضوية المركبة وتحويلها إلى مواد أبسط مع إطلاق الطاقة المخزنة الموجودة في هذه المواد الغذائية واستخدامها في العمليات الحيوية المختلفة. يبقى احنا هنستخدم الطاقة اللي خارجة من عملية الهب في العمليات الحيوية المختلفة زي النتح وغيره من العمليات اللي بيقوم بيها النبات. وعملية الهدم يطلق عليها التنفس. يبقى احنا بنتكلم عن عمليات الأيض أو التحولات الحيوية، وعرفنا إن هي عبارة عن معادلتين كيمو حيويتين. يعني إيه؟ يعني بتقوم على عمليتين كيمو حيويتين، وكيمو حيوية معناها كيميائية حيوية، يعني العملية مش عملية حيوية فقط، لا ده بيدخل فيها مركبات ومعادلات كيميائية هي اللي بيقوم عليها عمليتي البناء والهدم. وعملية البناء هنا يقصد بها عملية البناء الضوئي اللي بتقوم على امتصاص مجرد الضوء، ضوء الشمس من الأشعة فوق البنفسجية، وأيضا استخدام ثاني أكسيد الكربون والماء لإنتاج مركبات كربوهيدراتية أو سكرية. هذه المركبات السكرية بتكون مركبات في غاية التعقيد، ثم تتحول فيما بعد ذلك إلى نشا وإلى مواد أخرى بيحتاجها النبات في بناء جسمه، ثم تأتي بعد عملية البناء عملية الهدم اللي احنا بنسميها التنفس، ودي بيتم فيها الأكسدة أو إحراق المواد الغذائية اللي تم تكوينها دي لإخراج طاقة. الطاقة دي بيستخدمها النبات فيما بعد في العمليات الحيوية المختلفة بداخله، امتصاص الماء والعناصر الغذائية والنتح وغيره من العمليات، والنمو طبعا والتكاثر وغيرها من العمليات الحيوية اللي محتاجة إلى طاقة، واللي لا يمكن هتنتج الطاقة إلا عن طريق حرق هذه المركبات الغذائية عن طريق التنفس. تعالوا نشوف مع بعضنا عملية البناء والتنفس. زي ما احنا شايفين كده ان الحيوانات والنباتات بتقوم بعملية التنفس، فبتأخذ الأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء زي ما احنا شايفين. هذه المركبات اللي احنا شايفينها مع ضوء الشمس بيتم من خلالها بناء جسم هذه الشجرة اللي قدامنا، علشان في الآخر تخرج لنا أكسجين، يعني تمتص ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ده مع ضوء الشمس وتخرج الأكسجين، فتحافظ على نسبة الأكسجين في الجو زي ما احنا شايفين. طيب تعريف عملية البناء الضوئي، هو عملية تحويل الطاقة الضوئية اللي هي طاقة الشمس إلى طاقة كيميائية. هتحول الطاقة الضوئية الشمسية إلى طاقة كيميائية تستغل في بناء المواد الكربوهيدراتية اللي هي المواد السكرية زي الجلوكوز والفركتوز من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو بواسطة الخلايا الخضراء بالنبات اللي هي الكلوروفيل اللي موجود في البلاستيدات الخضراء.
ويمكن تعريف عملية البناء الضوئي بواسطة المعادلة الآتية: (6CO2) اللي هو ثاني أكسيد الكربون، 6 أجزاء من ثاني أكسيد الكربون، زائد 12H2O يعني 12 جزء من الماء أو بخار الماء، في وجود البلاستيدات الخضراء والضوء، هيكون لنا إيه من ثاني أكسيد الكربون والمية والضوء داخل البلاستيدات الخضراء؟ هيكون لنا C6H12O6 اللي هو الجلوكوز، زائد 6H2O يعني 6 أجزاء من بخار الماء و6 أجزاء من الأكسجين 6O2 زي ما احنا شايفين قدام. يبقى المعادلة دي بتبين ازاي النبات بيستخدم ثاني أكسيد الكربون CO2 والماء اللي هو H2O أو بخار الماء في وجود ضوء الشمس وداخل البلاستيدات الخضراء ليكون شيء آخر وهو C6H12O6 أو مادة الجلوكوز أو المادة الكربوهيدراتية زائد الماء زائد خروج الأكسجين إلى خارج النبات، وتتم عملية البناء الضوئي زي ما قلنا داخل البلاستيدات الخضراء في النبات. طب إيه أهمية البناء الضوئي؟ هي أهم عملية بايوكيميائية، وبايوكيميائية يعني كيمو حيوية، بايوكيميائية يعني برضو حيوية كيميائية، تقوم بها النباتات الخضراء المحتوية على الكلوروفيل وتنفرد بها في عالم الأحياء على سطح الأرض. مفيش غير النبات هو الكائن الوحيد اللي بيقوم بهذه العملية البايوكيميائية وتحويل المواد البسيطة إلى مواد أخرى معقدة. وتعتبر عملية البناء الضوئي هي عماد الحياة للنباتات وللكائنات الحية الأخرى وحفاظ على الحياة على سطح الأرض. كمان بتعتبر النباتات الخضراء أكبر مصنع حيوي لإنتاج الكربوهيدرات السكريات، يعني النباتات الخضراء تعتبر هي المصنع الحيوي، المصنع الطبيعي لإنتاج السكريات المعقدة من مواد بسيطة غير عضوية زي المية وثاني أكسيد الكربون في وجود الطاقة الضوئية اليومية اللي هي طاقة الشمس أو ضوء الشمس زي ما احنا شايفين كده في الصورة، مجرد ضوء مع ثاني أكسيد كربون وبخار ماء يحول لنا كل ده إلى مادة سكرية معقدة. كمان من أهمية البناء الضوئي إن لها أهمية قصوى في تكوين غذاء البشرية والكائنات الأخرى وإنتاج الأكسجين. إحنا كلنا بنتغذى على النباتات، حتى الحيوانات اللحمة بتتغذى على الحيوانات النباتية. كمان عملية البناء الضوئي مصدر للطاقة والوقود الذي يستخدمه الإنسان في حياته اليومية. كمان بتعتمد جميع الحيوانات على النبات في غذائها. وتعمل عملية البناء الضوئي على حفظ التوازن الحيوي واتزان الغازات بالكرة الأرضية وتقليل التلوث الجوي على سطح الأرض باستهلاكها لثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الوقود والمواد العضوية. زي ما احنا شفنا كده ان عملية البناء الضوئي لها أهمية قصوى ليس فقط في حياة النبات ولكن في حياة عموم الكائنات الحية أو المخلوقات الأخرى الموجودة على سطح الأرض، لأن عملية البناء الضوئي مش بتحافظ بس على كمية الأكسجين الموجودة في الجو، لا ده بتسحب كمان ثاني أكسيد الكربون اللي هو عبارة عن مخرجات المصانع والملوثات الجوية وإحراق الغابات وغيرها، واللي بتزود نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو وبتأثر على نسبة الأكسجين في الجو. عملية البناء الضوئي هي عملية استهلاكية لثاني أكسيد الكربون، بتقوم بسحب
ثاني اكسيد الكربون من الجو، وبكده بتنقي الجو من ثاني اكسيد الكربون وبتحافظ على وجود الاكسجين لانها بتمتص ثاني اكسيد الكربون اثناء عمليه البناء الضوئي وبتخرج الاكسجين. اذا بتزود نسبه الاكسجين وتقلل نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو، وده بيحافظ على البيئه والتوازن الحيوي في الارض. غير كده وكده ان عمليه البناء الضوئي هي عمليه للحفاظ على الكائنات الحيه، لان الكائنات جميعها بتقوم على او بيقوم غذائها على النبات، فالانسان والحيوانات العاشبه او الحيوانات النباتيه دي بتتغذى على النباتات، وكل هذه الكائنات الحيه بتتغذى على النبات لان النبات هو الكائن الوحيد ذات التغذيه، هو الوحيد اللي بيقوم بتكوين سكريات ومواد معقدة من مواد بسيطة، ما فيش حد بيقدر يعمل كده على وجه الكرة الأرضية إلا النباتات. علشان كده تعتبر حفاظا وغذاء للإنسان والحيوان. حتى الحيوانات اللحمة قلنا إن هي بتتغذى على حيوانات عاشبة أخرى علشان تقدر إن هي تعيش. كمان عملية البناء الضوئي هامة جدا للإنسان والحيوان وغيره، وتعتبر هي المصنع الحيوي اللي بيصنع السكريات. مفيش حد في الدنيا بيقدر يصنع سكريات غير مصانع بقى السكر زي اللي في الحوامضية أو غيرها، وطبعا في العالم في مصانع سكريات كتير، ولكن مفيش كائن حي يقدر يكون السكريات من مواد بسيطة إلا النباتات عن طريق عملية البناء الضوئي. تعالوا نكمل مع بعضينا ونشوف عملية البناء الضوئي وأهميتها وإزاي بتحصل عملية البناء الضوئي. هنتعرف على ميكانيكية عملية البناء الضوئي، وتشمل عملية البناء الضوئي مرحلتين أو تفاعلين مرتبطين ببعضهما البعض، ويتم ذلك داخل البلاستيدات الخضراء. يبقى عملية البناء الضوئي هتتم على مرحلتين أو عن طريق تفاعلين مرتبطين ببعضهم. المرحلة الأولى هي تفاعلات الضوء، يعني التفاعل ده بيحدث في وجود ضوء الشمس، ويتم في المرحلة دي امتصاص الطاقة الضوئية بواسطة الكلوروفيل. يبقى الكلوروفيل هيقوم بعملية امتصاص الطاقة الضوئية وتحويل الطاقة الضوئية دي إلى طاقة كيميائية هتخزن في صورة مركب غني بالطاقة. المركب ده اسمه إيه؟ ATP أو أدينوسين ثلاثي الفوسفات، وده بيعتبر مركب الطاقة المعروف داخل النبات. اسمه إيه تاني؟ أدينوسين ثلاثي الفوسفات أو ما يعرف بـ ATP. ثم تحليل جزيء الماء بالطاقة الضوئية، هنحلل بقى جزيء الماء اللي هو بخار الماء اللي بيمتصه النبات أو الماء اللي موجود داخل النبات، وهنحلله ضوئيا إلى أكسجين هيتصاعد وهيدروجين هيتحد مع المرافق الإنزيمي اللي معروف بـ NADP ليختزلوا إلى NADPH2 ويستخدم فيما بعد في المرحلة التالية. الإنزيم ده إنزيم هام جدا وبيستخدمه فيما بعد النبات في مرحلة تفاعلات الظلام. تفاعلات الظلام بيتم فيها اختزال ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات كربوهيدراتية أو سكريات بسيطة باستخدام الناتج من تفاعل الضوء، وبناء جزيئات كربوهيدراتية في سلسلة من التفاعلات تسمى بدورة كالفن. دورة كالفن هي عبارة عن الدورة بيتم فيها اختزال ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات كربوهيدراتية بسيطة باستخدام الناتج من تفاعل الضوء اللي هو الـ NADPH اللي احنا اتكلمنا عنه،
وبناء جزيئات كربوهيدراتية في سلسلة من التفاعلات تسمى دورة كالفن أو دورة الكربون الثلاثي. ليه؟ لأن بيكون فيها كربون ثلاث ذرات كربونية C3، والتي تنتج أو تنتج حامض الفوسفوجليسريك اللي هو NADPH، ثم تحدث دورة أخرى لإنتاج الكربون الرباعي أو حامض الأوكسالوخليك، وفي النهاية تكوين سكر سداسي يتحول إلى سكر الجلوكوز اللي بيدخل في تكوين السكريات العديدة، ثم السكروز، ثم النشا فيما بعد. إذن عملية البناء الضوئي هي عملية معقدة بيتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية داخل البلاستيد الخضراء، ويتم فيها عملية بايو كيميائية بتغير ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى ماء وتحوله إلى مادة سكرية أو جلوكوز أو سكر بسيط، يعني اللي هو الجلوكوز اللي احنا قلنا إن اسمه العلمي C6H12O6، وقلنا إن هذا المركب السكري هيدخل فيما بعد في مرحلة الظلام أو في تفاعلات الظلام، ويتم اختزال ثاني أكسيد الكربون ليتحول إلى سكر أحادي زي ما قلنا، ثم يحدث أن الكربون يتحول إلى كربون ثلاثي ثم كربون رباعي في دورة تعرف دورة كالفن، ثم بعد ذلك تختزل هذه المواد لتتحول في النهاية إلى طاقة وإلى أكسجين يتصاعد، ويدخل ثاني أكسيد الكربون في تكوين الكربوهيدرات. هنتكلم بعد كده عن عملية التنفس أو عملية الهدم زي ما قلنا، وعملية التنفس من العمليات الهامة جدا داخل النبات. زي ما احنا شايفين ان جميع النباتات بتعتمد على الأكسجين في حياتها وفي تنفسها، مفيش كائن إلا وبيتنفس الأكسجين على ظهر الكرة الأرضية عدا بعض الميكروبات اللي ممكن تعيش على التنفس اللاهوائي، يعني لا تعتمد على الأكسجين ولكن تعتمد على ثاني أكسيد الكربون، ولكن في الحالة دي بتكون حياتها قصيرة جدا ولا تستطيع العيش أكثر من عدة أيام فقط ثم تموت. طيب عملية التنفس بيتم فيها زي ما احنا شايفين امتصاص الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون. أما في البناء الضوئي فالأكسجين ده ما بيمتصش ولكن بيخرج عن طريق عملية البناء الضوئي، والتنفس زي ما احنا شايفين بيحدث في النهار والليل، زي ما احنا شايفين النصف ده هو النهار والنصف ده هو الليل. قلنا ان البناء الضوئي بيتم في النهار فقط، وهو بيكون عبارة عن امتصاص الماء من التربة او من الجو مع وجود ثاني اكسيد الكربون ثم ضوء الشمس علشان يخرج لنا في الاخر الاكسجين، وده بيتم نهارا، يعني عملية البناء الضوئي بتتم نهارا. اما التنفس فبيكون نهارا وليلا، محدش بيتنفس بالنهار ويبطل تنفس بالليل، لا، التنفس يحدث ليلا ونهارا، وفي الحالتين بيمتص الاكسجين زي ما احنا شايفين، ويكون ناتج التنفس هو ثاني اكسيد الكربون زي ما حضراتكم شايفين قدامكم في الصورة. طب ايه هو التنفس؟ لما نحب نعرف التنفس نقول ايه؟ نقول ان التنفس هو عملية حيوية تحدث في الخلايا الحية للنبات، وبيتم فيها تكسير او اكسدة المواد العضوية المعقدة الغنية بالطاقة في وجود الاكسجين الى مواد بسيطة اخرى عبارة عن ماء وثاني اكسيد كربون او بخار ماء يعني وثاني اكسيد كربون، وانطلاق الطاقة المخزنة فيها.
يبقى التنفس الثاني عملية حيوية تحدث في الخلايا الحية، جميع الخلايا الحية داخل النبات، ويتم فيها تكسير أو أكسدة المواد العضوية. طبعا الأكسدة عبارة عن إحراق وتكسير للمادة العضوية المعقدة اللي هي المادة الغذائية الغنية بالطاقة. كل المواد الغذائية غنية بالطاقة في وجود الأكسجين. طبعا أكسدة يعني في وجود الأكسجين، وإحراق يعني وجود أكسجين. فالأكسجين بيعمل على إحراق المواد العضوية المعقدة والغنية بالطاقة إلى مواد بسيطة، يرجعها تاني زي ما كانت. زي ما قلنا في البناء الضوئي كان بيستخدم ثاني أكسيد الكربون والمية في وجود الضوء لإنتاج الجلوكوز، لا هنا هو هيحرق الجلوكوز والمواد العضوية المعقدة ويخرج ثاني أكسيد الكربون تاني والماء زي ما كانوا. طيب هنشوف المعادلة بتاعة التنفس العكس الصحيح، C6H12O6 اللي هو الجلوكوز زائد 6O2 يعني 6 أجزاء من الأكسجين. الأكسجين هيأكسد الجلوكوز ويحوله إلى 6CO2 يعني 6 أجزاء من ثاني أكسيد الكربون زائد 6H2O يعني 6 أجزاء من الماء زائد الطاقة اللي هتنتج من إحراق وتكسير المواد المعقدة. وعملية التنفس هي عملية معقدة أيضا، وفيها تحصل الكائنات الحية على الطاقة اللازمة لنموها وإتمام جميع العمليات الحيوية عن طريق أكسدة المواد المعقدة دي وتحرير الطاقة الكامنة بها، وحتتم عملية الأكسدة في وجود الأكسجين، وتنطلق الطاقة بالإضافة إلى إخراج H2O اللي هو بخار الماء و CO2 ثاني أكسيد الكربون، ولا تنطلق الطاقة المخزنة في المواد العضوية دفعة واحدة بل بخطوات تفاعلية متسلسلة تتحكم فيها الإنزيمات المتخصصة. عملية التنفس أيضا عملية معقدة زيها زي عملية البناء الضوئي بالظبط، لكن عملية التنفس بتقوم أكتر على وجود إنزيمات. الإنزيمات دي بتقوم بعملية إحراق وتكسير أو المساعدة في تفاعلات الأكسدة اللي بتحدث داخل أنسجة النبات. عملية التنفس بتحدث في داخل جميع الخلايا. احنا قلنا إن البناء الضوئي بيتم في البلاستيدات الخضراء فقط، أو بتتم المرحلة الأولى فيه في وجود البلاستيدات الخضراء، غير كده ما يقدرش يقوم بعملية البناء الضوئي. لكن التنفس بيحدث في جميع الخلايا الحية داخل النبات. ليه؟ لأنها كلها تحتوي على الأكسجين، وكل خلية من دول بيدخلها الغذاء أو المواد العضوية المعقدة اللي هي إما سكريات أو بروتينات أو دهون أو غيرها أو نشا أو غيره من المواد المعقدة العضوية. طيب النبات بيقوم بعملية البناء الضوئي ده تمام، لكن عايز يقوم بعمليات أخرى حيوية وهامة جدا بالنسبة له، بالتالي بيحتاج إلى طاقة، والطاقة دي بتكون عن طريق إحراق المواد الغذائية اللي موجودة في الخلايا. إزاي؟ بوجود الأكسجين. الأكسجين زي ما احنا عارفين بيحرق أي شيء، أو بيساعد على الإحراق، أو بيساعد على الاشتعال. هو لا يشتعل ولكن يساعد على الاشتعال، الأكسجين. إذا في وجود الأكسجين هيتم حرق المواد العضوية المعقدة اللي هي المواد الغذائية داخل الخلايا النباتية نفسها، وبالتالي هتنتج طاقة من عملية الإحراق. لما بنحرق خشب عشان نتدفى بتطلع طاقة حرارية بنتدفى بيها، كذلك ده اللي بيحصل، إحراق المواد الغذائية هينتج عنه استخراج طاقة من هذه المادة العضوية المحطمة أو المكسرة أو اللي تم أكسدتها داخل الخلايا النباتية، وبالتالي تستخدم هذه الطاقة في العمليات الحيوية الأخرى
زي ما عرفنا. طيب نكمل مع بعضينا درس التنفس ونشوف التنفس والمواد العضوية اللي بتستخدم في تحرير الطاقة، هي المواد الكربوهيدراتية والدهون والبروتينات. دي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات بتكون عادة هي المواد العضوية المعقدة اللي اتكونت أثناء عملية البناء الضوئي، فاتكون عندنا كربوهيدرات ودهون وبروتينات. وعملية إطلاق الطاقة في التنفس تحدث في الخلايا ليلا ونهارا، زي ما قلنا التنفس بيحدث ليلا ونهارا، وتنطلق الطاقة المخزنة بها والتي تكونت سابقا في عملية البناء الضوئي، إذن فهي عكس عملية البناء طبعا. وفي عملية التنفس تتم الأكسدة بأن يمتص النبات الأكسجين الذي يستخدمه لأكسدة السكريات خاصة الجلوكوز، فتنطلق الطاقة المستخدمة في العمليات الحيوية المختلفة وتخليق مركبات غنية بالطاقة، هي ATP أو زي ما قلنا أدينوسين ثلاثي الفوسفات، ومركبات وسطية يسهل على الخلية امتصاصها، ويصاحب ذلك ظواهر أخرى مثل انطلاق ثاني أكسيد الكربون والماء ونقص الوزن الجاف واختفاء مادة التنفس تدريجيا وانطلاق حرارة أثناء التنفس. هنشوف مع بعضنا بعد كده أنواع التنفس، وهل التنفس له أنواع ولا لا. في الحقيقة أن التنفس له عدة أنواع هنشوفها مع بعضنا خلال الشرايح القادمة، وهنشوف التنفس الهوائي واللا هوائي. التنفس الهوائي بيتم فيه أكسدة المادة العضوية في أكسجين الهواء الجوي، يعني لازم يتم التنفس الهوائي في وجود الأكسجين، ما ينفعش نحرق هذه المواد الغذائية المعقدة إلا في وجود أكسجين. طب والتنفس اللاهوائي هيعتمد على وجود الأكسجين؟ لا، مش هيكون فيه أكسجين لعملية الأكسدة، أمال هيحصل إيه؟ هيحصل عملية اختزال، وهيتحصل عملية أكسدة بسيطة جدا عشان تخرج برضو طاقة، ولكن طاقة غير مذكورة، يعني طاقة يدوبك بتجعل الحيوان اللي بيقوم بعملية التنفس اللاهوائي يدوبك يقدر يعيش يوم أو اتنين بالكتير قوي. طيب تعالى نشوف مع بعضنا التنفس الهوائي والمعادلات الكيميائية اللي بتخصه. التنفس الهوائي بيتم في وجود أكسجين الهواء الجوي، والناتج منه بيكون ثاني أكسيد الكربون والماء وانطلاق طاقة كبيرة نسبيا طبقا للمعادلة الآتية: C6H12O6 اللي هو ايه يا ولاد؟ ايوه اللي هو الجلوكوز، زائد 6O2 هيدينا 6CO2 ثاني اكسيد كربون، زائد 6H2O مية، زائد كام بقى سعر حراري؟ هيدينا طاقة تقدر ب 673 كيلو جرام سعر، يعني سعر حراري 673 كيلو جرام سعر. أما التنفس اللاهوائي فهتتم أكسدة المواد العضوية فيه في غياب الأكسجين الجوي في النباتات الراقية تحت ظروف استثنائية ولمدة وجيزة، يعني ممكن النباتات الراقية تقوم بعملية التنفس اللاهوائي ولكن في ظروف استثنائية ولمدة وجيزة جدا، لا قد لا تستمر يومين حتى، كما تحدث في الكائنات الدقيقة زي الخميرة ويسمى ذلك بالتخمر الكحولي، حيث يكون الناتج من التنفس اللاهوائي كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون وانطلاق طاقة
بسيطة. هنشوف المعادلة مع بعضينا. C6H12O6 اللي هو احنا عرفنا خلاص ان هو الجلوكوز، في عدم وجود اكسجين طبعا، هيدينا ايه؟ هيدينا 2C2H5OH اللي هو بيعتبر الكحول الإيثيلي زائد ثاني أكسيد كربون زائد طاقة بسيطة جدا تقدر ب21 كيلو جرام سعر حراري. هندخل بعد كده على ميكانيكية التنفس. عفوا، ميكانيكية التنفس أو بتتم إزاي ميكانيكية التنفس؟ بتتم عملية أكسدة جزيء الجلوكوز، يعني بيتم حرق الجلوكوز خلال سلسلة تفاعلات إنزيمية معقدة تبدأ في سيتوبلازم الخلية وتنتهي داخل الميتوكوندريا، وتتم عملية التنفس في الخلايا على مرحلتين أساسيتين، هما المرحلة الأولى هي التحلل الجليكولي، وهي سلسلة من التفاعلات بتحدث في السيتوبلازم وتؤدي لانتشار جزيء الجلوكوز إلى جزيئين من حامض البيروفيك ولا تحتاج إلى الأكسجين، لذا تحدث في التنفس الهوائي ولا هوائي على سواء، هي لا تحتاج إلى أكسجين كتير. يبقى تاني، ميكانيكية التنفس بتحدث على مرحلتين، تبتدي في السيتوبلازم وتنتهي داخل الميتوكوندريا، وبتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى بتسمى بالتحلل الجليكولي، وهي سلسلة من التفاعلات بتحدث في زي ما قلنا داخل السيتوبلازم وتؤدي لانشطار جزيء الجلوكوز، يعني الجلوكوز بتاعنا أو السكر بينشطر أو ينقسم إلى جزئين هما حامض البيروفيك، ولا تحتاج هذه العملية إلى الأكسجين، فبتتم في التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي. المرحلة الثانية بيتوقف فيها أكسدة حامض البيروفيك، بيتم خلاص بقى حامض البيروفيك هيتوقف فيها أكسدة حامض البيروفيك على وجود أكسجين، لأن عملية الأكسدة بتاعت حامض البيروفيك محتاجة لكمية أكسجين كبيرة. المرحلة الثانية برضو فيها في وجود الأكسجين بيتأكسد حامض البيروفيك، هيتأكسد إلى إيه؟ إلى ثاني أكسيد كربون وماء، ده مرحلة تعتبر مرحلة هوائية بتتم في الأكسجين. والتفاعل الثاني هيحول حامض البيروفيك إلى خلات المرافق الإنزيمي ألف. يبقى تاني، في وجود الأكسجين هيتأكسد حامض البيروفيك إلى ثاني أكسيد كربون ومية، وبعدين في التفاعل الثاني هيتحول الجزيء الثاني من حامض البيروفيك. احنا قلنا ان حامض البيروفيك بينقسم الى قسمين، الجزء الثاني منه هيتحول الى خلات المرافق الانزيمي الف، وده هيدخل في سلسلة تفاعلات تتبع دورة كريبس او دورة الاحماض ثلاثية الكربون. وبتتم المرحلة اللي هي المرحلة الثانية دي داخل الميتوكوندريا، بتتم داخل الميتوكوندريا اللي قدامنا اللي احنا شايفينها دي، اللي هي أجسام الطاقة داخل الخلايا، جوه كل خلية من الخلايا عدة أجسام طاقة اللي هي الميتوكوندريا. يبقى ده هيتم داخل الميتوكوندريا حيث ينطلق ثاني أكسيد الكربون ويرتبط الهيدروجين اللي هو H مع المرافقات الإنزيمية المختلفة، هيتم تخليق ايه بقى؟ مركب الطاقة اللي هو اسمه ايه؟ ايوه، ادينوسين ثلاثي الفوسفات او ATP
أو مركب الطاقة المعروف لينا، ويتم إنتاج مركب الـ ATP أو أدينوسين ثلاثي الفوسفات بنقل إلكترون في الأغشية الداخلية للميتوكوندريا في وجود الأكسجين، ويسمى إنتاج الـ ATP بالفسفرة التأكسدية. يعني إيه فسفرة تأكسدية؟ يعني هيعتمد على الفوسفور في والأكسجين في الأكسدة، فيكون لنا الأدينوسين ثلاثي الفوسفات اللي احنا عارفينه أو مركب الطاقة، وتنتج أيضا مركبات وسطية مع مركب الطاقة. إيه هي المركبات الوسطية؟ هي مركبات وسطية هامة بتمد النبات بأحماض عضوية مختلفة، بتستخدم في بناء مركبات عضوية هامة بالإضافة لإنتاج طاقة كبيرة. في المرحلة الثانية، يعني في غياب بقى الأكسجين، احنا قلنا إن المرحلة الثانية بيحصل فيها عملية تنفس هوائي أو بتحدث في وجود الأكسجين، والمرحلة الثانية بتتم في حالة غياب الأكسجين الجوي أو ما يطلق عليه بالتنفس اللاهوائي، حيث تتم أكسدة حامض البيروفيك لاهوائيا إلى كحول إيثيلي. يبقى حامض البيروفيك اللي كان بيتحول قبل كده إلى ثاني أكسيد كربون وماء هيتحول لاهوائيا إلى إيه بقى؟ إلى كحول إيثيلي، والكحول الإيثيلي اللي إحنا عادة بنطلق عليه السبيرتو أو الماء الأبيض، الكحول الإيثيلي، وCO2، وتسمى بالتخمر الكحولي. يبقى المرحلة دي بتسمى بالتخمر الكحولي. ليه؟ زي ما بيحصل في فطر الخميرة. أو قد يتحول البيروفيك مش بقى إلى كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون، هتحول إلى كحول إيثيلي وحامض لاكتيك، ويسمى في الحالة دي بالتخمر اللاكتيكي. وده بيحدث في بكتيريا حامض اللاكتيك، وبرضه بيتم في الميتوكوندريا، وتكون كمية الطاقة الناتجة عن هذا التفاعل طاقة صغيرة جدا مقارنة بالتنافس اللاهوائي. احنا قلنا الأولى بتطلع 673، أما الثانية أو التنفس اللاهوائي بيخرج 21 في كيلو جرام سعر حراري فقط. دي صورة بتوضح دورة كريبس عامة زي ما احنا شايفين. واللي بيتم فيها انقسام الجلوكوز إلى حامض البيروفيك، واللي بينقسم بدوره إلى قسمين زي ما اتكلمنا خلال الشريحتين السابقتين. هندخل على العوامل المؤثرة على عملية التنفس. ايه هي يا ترى العوامل المؤثرة على عملية التنفس؟ العوامل اللي بتؤثر على عملية التنفس وتجعلها إما قوية أو ضعيفة هي: 1، درجة الحرارة. ودرجة الحرارة بيكون معدل التنفس بطيئا جدا مع انخفاض الحرارة، يعني مع انخفاض درجات الحرارة بيكون التنفس بطيء، ويزداد معدل التنفس مع ارتفاع الحرارة عن الصفر المئوي حتى يصل لأعلى معدلاته عند 30 إلى 40 درجة مئوية، ويزداد معدل إفراز الإنزيمات مع معدل التنفس. يبقى عندنا معدل التنفس بيكون بطيء جدا في الحرارة المنخفضة، وبيبدأ يزداد مع ارتفاع درجة الحرارة
حتى يصل إلى أعلى مستوى له في درجة 30 أو 40 درجة مئوية، وبيزداد معاها إفراز الإنزيمات. أيضا يؤثر طبعا الأكسجين على عملية التنفس، فيتناقص معدل التنفس بنقص الأكسجين، وبالذات في التربة رديئة التهوية أو التربة اللي بنسميها التربة الثقيلة أو التربة الطينية، ويؤدي نقص الأكسجين إلى اضطرابات للأنسجة النباتية أثناء النقل والتخزين نتيجة التنفس اللاهوائي، كما بمرض القلب الأسود في البطاطس والقلب الأحمر في الخس. طيب إيه تاني بيأثر على عملية التنفس؟ بيؤثر أيضا على عملية التنفس تركيز ثاني أكسيد الكربون، فبزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون بيقل معدل التنفس الهوائي واللاهوائي، وبالتالي تقل نسبة الإنبات ومعدلات النمو. كمان الضوء، بيؤثر الضوء بطريقة غير مباشرة على معدل التنفس، حيث تزيد من اتساع فتحات الصغور. الضوء بيوسع فتحات الصغور اللي موجودة في الأوراق، وتزيد معدلات البناء الضوئي وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي زيادة التنفس. يبقى الضوء بيعمل عدة حاجات، بيزود من اتساع فتحات الصغور، بيزود معدل البناء الضوئي، يعني معدل البناء الضوئي هيكون أقوى وأسرع مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي زيادة التنفس. آخر حاجة نسبة الرطوبة في النسيج النباتي، حيث يقل معدل التنفس كلما نقص الماء في النسيج النباتي كما في البذور، وعندما تتشرب البذور الماء أثناء الإنبات بيزداد معدل التنفس، ويجب خفض نسبة الماء داخل البذور المخزنة. ليه؟ عشان ما يزيدش معدل التنفس وتفقد وزن وترتفع حرارتها، مما يفسد هذه البذور فيما بعد. آخر حاجة عمر النسيج النباتي، برضو ده بيزيد معدل التنفس في الأنسجة الميريستيمية اللي هي البنائية الصغيرة السن عن الأنسجة البالغة أو الأكبر سنا، ثم الجروح بتؤدي إلى زيادة معدل التنفس. اتكلمنا النهاردة عن عملية البناء والهدم اللي هي عملية البناء الضوئي والتنفس في عجالة، وعرفنا إن عملية الإيض أو البناء والهدم تعتمد على عمليتي البناء الضوئي والتنفس. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم من مادة البيولوجي. شكرا لكم وإلى اللقاء.